السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنستخدم الذكاء الصناعي في ان في بحث علمي موجود ومحتاجين ان احنا نقراه، تمام؟ طيب خلينا نقول له مثلا ايه، هديله الصفحة بليز كان يو، ممكن نقول له ايه، عايزينك تقرا لنا الصفحة دي. كان يو ستادي ذيس ارتكل؟ I will ask you about it. تمام، هيقراها وبعد ما يقراها ممكن نقول له ايه، can you summarize it. هو قرأ المقالة اهوت. ممكن نخليه يلخصها لنا، ممكن نقول له طب ايه المراجع اللي موجوده، طب البحث بيتكلم عن ايه، طب لخص لطفل عنده 5 سنين. كانك رحت لشات جي بي تي وبدات تناقش، بس هنا ممكن ايه يكون مركز معاك اكتر. طيب كفايه كده، أسأله بقى عن المراجع. ولو سألته بالعربي برضه هيجاوب، يعني العربي مش وحش بتاعه، في جزء خاص بالموضوع الترجمة الإنجليزي عربي والحاجات دي كلها، متقلقوش. دي غلطة بقى، هو ما شافش المراجع، بس احنا اعتقد ان في مراجع. تمام، لو نزلنا كده بقول لكم بقى، محدش ياخد كلامك، كلام ثقة، في ريفرنس اهو. طيب no this article have license reference. دور تاني، بدأ يجيب لي المراجع. لا هو كده بيستعبط، جايب اي حاجة وخلاص. تمام، article is similar. This paper. هات لي بقى 5 أبحاث يكونوا شبيهين للبحث ده. الموضوع ده بيوفر وقت، بس لازم تكون ايه، بتعمل تشيك عليه، لان هو ساعات بيدي نتائج مش مظبوطة. يعني حاسس ان الابحاث مش اللي هي، فممكن اقول له ايه، نفس الرسالة focus and facility management. فبدأ يجيب لي نتائج بالشكل دوت.
تمام، تقدر تدوس على اللينكات وتبدأ ان انت تدخل فيها. يمكن يعني دي من مزايا ان انت تستخدم بينج، ان هو بيديك اللينكات فتقدر تتأكد من الكلام، عكس شات جي بي تي يعني لازم تسأله انت على اللينكات والحاجات دي كلها. ده مثال على استخدام البينج في البحث العلمي، ممكن تسأله، هو حتى بيقترح عليك بعض الأسئلة. تمام، can you tell me more how was data collected in this rich، فيبدأ ان هو يجاوب على الأسئلة دي. فهو بيقول ان من خلال انترفيو والكوستنير وهكذا. طيب جنب الشات بلاقي حاجة اسمها كومبوز، بحيث ان انت تقول له على رأس الموضوع وهو يبدأ ان هو يكتبها لك بأي تون انت عايزها، يعني بأي صيغة انت عايزها، كاجوال ولا عايزها فاني ولا عايزها انفورميشنال. طيب وممكن بقى نيجي هنا انسايت، هيبدأ بقى يجيب لك الكلمات الأساسية اللي احنا كنا بنتكلم فيها. تمام، يعني البيلدينج انفورميشن موديلينج، الانتراكشن اوف بيم اند اف ام فاسيلتي مانجمنت، ده المشروع اللي كنا بنتكلم فيه. وبيبدا يقول لي مثلا اكتر ناس داروا المقاله دي ايه. المقاله دي المفروض يعني بين مصر وقطر، لكن اغلب الزوار 28% من الصين، 11% من يونايتد ستيت، 10% من يونايتد كينجدم، و6% من استراليا. فالله المستعان يعني. فأخيرا إن شاء الله أتمنى لو عندكم أي أفكار حلوة في البحث العلمي تكتبوها لنا في الكومنتات، نستفاد منها إن شاء الله.